الكونغرس ضغط كثيرا على مسألة إقليم كردستان والخوف على إقليم كردستان. الآن نحن أمام تقارير واضحة تنشر من نواب من داخل العراق، كنائب في الإطار التنسيقي صرح للعربية الجديدة اليوم عن شروط تعجيزية إيرانية لا يمكن تحقيقها لا من الحكومة العراقية ولا من حكومة إقليم كردستان، ووجد بأنها إخطار من الحكومة الإيرانية بأننا سنتقدم بريا إلى إقليم كردستان. يعني كيف من الممكن للولايات المتحدة إذا ما وجدت إيران تتقدم بريا في إقليم كردستان تجاه الأطراف المعارضة، والولايات المتحدة مهتمة بالغاز الطبيعي، مهتمة بعمل الشركات الأمريكية؟ يعني ما الذي ستفعله أيضا الولايات المتحدة؟ ولا تعتقد أن إيران في ظل كل التفاصيل التي ذكرناها نجحت في منطقة الشرق الأوسط، نجحت في هذه المواجهة؟ لا تعتقد ذلك؟ صح، نجحت في عدة دول وتريد أن يعني تنجح نفس الشيء في إقليم كردستان، ولكن يعني إلى الآن سياسة أمريكا غير واضحة فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في العراق وفي كردستان. لدينا يعني قواعد في كردستان، ولكن إذا ما قامت إيران بغزو كردستان هذا يعني إعلان حرب في تلك المنطقة. لا ندري ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة، ولكن برأيي بأن الوضع سوف يكون شبيها كثيرا إلى ما يحصل في أوكرانيا في الوقت الحاضر. قد تقوم الولايات المتحدة بمساعدة الكرد في كردستان لصد هذه الهجمات. الوضع خطير، لا أريد أن أقلل منه، ولذلك علينا أن ننتظر ماذا سوف يحصل.